بتاع المغامرة الخامسة اسمه توفيق. طب صحابه كانوا مسمينه ايه؟ تختخ. وفضل تختخ ده في وجداننا، وكانت اعتقد انها ما كانتش مناسبة، لان كان كل الناس اللي تخان كانوا يتقال لهم فلان ده غلط غلط كبير جدا. لكن هنعمل ايه؟ الاطفال صعب التحكم فيها في الموضوع ده، فنعمل نحارب السمنة. الاهل لازم يحاربوا السمنة. واوعى تتنمر بابنك بقى، ما يجيش التنمر من الاهل، ما يبقاش الواد رايح جاي يدخل البيت يلاقي ابوه بيتريق عليه، ويلاقي اخوه بيتريق عليه، ويلاقي والدته بتتريق عليه، ما يصحش. ده بقى الغلط الكبير. طب نعمل ايه؟ نقف جنبه. ودلوقتي جراحات السمنه اجمل حاجه بسمعها انهم كل شويه بيقدموها. في دلوقتي جراحات بتعمل في سن مبكر. هنسال النهارده ضيف العزيز في هذه المنطقه المهمه جدا، طبعا اسم متميز للغايه وقيمه علميه كبيره، بتبقى دايما حواري معاها في الدكتور شيء يدعو للسعاده ويدعو الى الكثير جدا من الحماس العلمي. ضيف العزيز والقيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، المدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه. اهلا بيك. يا اهلا وسهلا. النهارده هبدا بالاطفال. انتوا دلوقتي احكي لي بقى يعني كده الاول مقدمتك الحلوه عن جراحه السمنه في هقول اليانج ادلت او الاطفال. الاطفال طبعا من سن 11 سنه يمكنهم اجراء العمليه، بس يكون وزنهم طبعا زايد فوق ال 100 كيلو، يعني بال حاجه بسيطه يعني. طبعا في مقاييس ثانيه بالبرسنتايل والبادي ماس اندكس، لكن احنا يعني يمكن كمجتمع عربي او يعني كمصريين احنا بنخاف على اطفالنا اصلا من اجراء اي نوع من العمليات. لكن عايز اقول ان الاطفال مش بمنأة او مش بعيد خالص ان هم يصابوا بنفس الامراض. السمنه ما بتفرقش يعني الطفل اللي هو وزنه زياده طبعا ده عنده مشاكل، يمكن احنا شفناها في الفيلم القصير دوت، انه الطفل معزول وخاف يندرج في المجتمع وعنده مشاكله النفسيه ومشاكله الصحيه برضو كمان. يعني السمنه مش هترحمه من السكر، ومش هترحمه من الضغط، ومش هترحمه من قطاع النفس اثناء النوم، اللي هو قاعد طول الليل يشخر وما بنامش، وطول اليوم طول النهار نايم في الفصل بتاعه او المدرسه بتاعته، طبعا طول الوقت عايز يشبع بقى من النوم، الحال مليان دهون طول الوقت وعمال مش قادر ياخد نفسه، وبالتالي في الاخر هو انسان بقى مريض. فاحنا طبعا ما عندناش فرق خالص ما بين الامراض ان هي تصيب الطفل وتصيب الناس الكبيره، هو دي سمنه مفرطه يعني معلش. فطبعا انقاص الوزن حاجه مهمه جدا. احنا طبعا ما بنعملش عمليات كبيره في الاطفال، يعني هي عمليات زي تكميم المعده، اللي احنا عارفين تماما انه العمليات زي تحويل المسار بتقلل امتصاص بعض المينرالز والفيتامينز، وده طبعا ممكن يؤثر على الطفل في نمو هرموني او نمو عظام او نمو بصفه عامه يعني. فما بعد 11 12 سنه ممكن يعمل العمليه. طيب الطفل بقى اللي هو 13 سنه ولسه يعني قدرته المينتالي مش قادر يتواصل مع المجتمع، او ان هو مش هيقدر يستخدم التول دي انه يقدر ما انت شايف ان الطفل فاهم اصلا يعني، لا اجله شويه يعني. هو طبعا لازم المينتاليتي او حتى التواصل الكوميونيكيشن لازم تو بي اسيسد كجزء من المنظوم. الطفل برضو اللي ما يعملش، اللي ما عندوش سبورت عائلي يعني الاسره نفسها مش متحمسه لان هي تساعده، لان الطفل اللي هو عمل عمليه تكميم دي من ابسط العمليات، هي لا تؤثر على الامتصاص. هي عمليه انت شلت جزء من المعده، صغرت حجم المعده يعني، فده معناه ان هو يعني لازم يحافظ شويه من السكريات، من الشوكولاتات، من الايس كريم، وده صعب جدا على الطفل. عشان كده لازم يكون في دعم اسري يحافظ عليه شويه، او ان هو يساعده في ان هو يتواصل ما بعد العمليه، او يحافظ على الوزن اللي نزله ما بعد العمليه. فهي عمليه السمنه في الاطفال احنا بنختصرها. الحاجات الثانيه الاوبشنز الثانيه مش متاحه. انت طفل مين اللي هتقعد تقول له اعمل نظام تغذيه هو وزنه يعني كبير كاسر 120 ولا 130 كيلو وعنده تقوس بالمفاصل، يعني عظمه متني يعني خلاص تقوس يعني مش قادر يتحرك بتاعته، مش ده اللي هيتابع نظام غذائي. تعالى بقى هات راكب بالون، ما البالونه دي قبل 15 16 سنه المعده لن تستوعبها حجمها ما يعني ما بركبهاش
طيب هنسيب الطفل بقى بالوزن ده؟ لا، يبقى عايز عمليه تكميم المعده من العمليات المفيده الامنه التي لا تؤثر على النمو على الاطلاق في الاطفال. هنتقل من الاطفال لمن يريدون الاطفال. تمام؟ من يريدون الاطفال دي كيس قدامي، يعني واحد بعت لي 31 سنه 38 سنه متجوز من 8 سنين، من اكتر من 8 سنين. حاول ينجب اكتر من مره، وكل مره يروح يتقال له لازم تنزل وزنك، ده راجل كمان على فكره. السؤال هنا يعني كثير من الناس تتفهم انه الست عندما يزيد وزنها لا تستطيع الانجاب، لكن قليل من الناس مش متخيله حجم زياده الوزن تاثيره السلبي ايه على الانجاب بالنسبه للذكور نفسهم لجوده الحيوان المنوي. والله هما الاثنين يعني طبعا الذكور والاناث في نفس الدايره يعني. طبعا احنا ربما يكون الوزن عقبه في طريق الانجاب عند الرجال وعند النساء. عند الرجال اكتر طبعا بيؤثر بالسلب على الصحه والقدره الانجابيه او القدره الجنسيه. انا طبعا لان هرمونات الدهون هي عقبه في طريقهم، لان بتحول هرمونات الذكوره الى هرمونات اخرى نسويه. مش بس كده، ده انت يعني يمكن شايف بقى ان في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه قد تؤثر بالسلب على الانجاب والقدره برضو الانجابيه، زي السكر. انت يعني السكر ده ما هو حاجه مرتبطه بالسمنه المفرطه. السمنه جابت لك السكر، وبالتالي السكر برضو هياثر على اعصابه وياثر على الصحه الانجابيه. الناس اللي بقى عندهم كوليسترول زايد بسبب السمنه المفرطه وعندهم مركب بقى دعامات وبتاع يدخل في يعني نقص في كفاءه القلب، وده بينعكس برضه على الصحه الانجابيه بصوره يعني اقصد انه السمنه هي عائق امام الرجال. في ناس تانية طبعا ده مش مشكلتها بس كده، يعني مش بسبب صعوبه الانتصاب او القدره على الانجاب، بسبب البطن اللي هي طول الوقت كبيره وبندلس وساقطه على يعني حتى ميكانيكالي صعبه، فيها صعوبه يعني ان انت تأدي حياتك او يعني الطبيعيه يعني. النمره الثانيه عند السيدات عندهم تكيس مبيض واضطراب هرمونات، والمبيض يعني بيبقى في وضع اشبه بالمعطل يعني. طيب احنا في سيدات بتنجب بالرغم من وزنها، ربنا يوفقها طبعا. احنا يعني لو دخلت قيصريه دي بيبقى دكتور التخدير بيبقى بيحسب انفاسه في انه يولد سيده وزنها كبير. دكتور النساء بيبقى طبعا في معاناه شديده اثناء المتابعه، وتخيل بقى ان حضرتك ده هيعمل قيصريه في وزن كبير، ده ان حصل حمل يعني. فطبعا لا انصح تماما ان احنا نقصر في ان احنا ناخد الطريقه الفعاله في انقاص الوزن، عمليه تكميم بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه 12 ساعه في المستشفى. انت ليه تسيب نفسك للوزن الزايد انه يعطلك على الانجاب او يعطلك على يعني 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 ان انت تمشي بشنط ادويه وانت في سن صغير. انا يعني يمكن بشوف ناس والله ما كملت 40 سنه وبيقعد في وضع عارف الوضع المرضي الحج بقى، اللي خلاص اللي هو انتقل من مرحله الشباب اللي هو المفروض يعيشوا في وضعه الطبيعي. بيتقال حج او يحج؟ وصل لمرحله الحج بقى في فتره يعني هو مش بتاعته. مأساة. يعني 40 سنه شباب، يعني في لعيبه كوره عندهم 40 سنه بيلعبوا كوره على المستوى العالمي. طبعا زلاتان يعني ابراهيموفيتش ده عنده حاجه ده عدى ال 40 وبيلعب. الناس طبعا يعني طبعا لايف ستايل مختلف شويه ووضع مختلف. فاحنا يعني طبعا هو وعلى فكره يعني هو مجموعه الامراض المرتبطه بالسمنه المفرطه هي بتهزم الوضع السني. يعني انت عندك 40 سنه، انا كنت قاعد مع حد يمكن في العياده بقعد فريندلي كده، في ساعات طبعا بقعد اخد يعني تاريخ مرضي مفصل يعني، فتلاقي السن فعلا صغير وفعلا مش ما عداش ال 40، وتلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده الكوليسترول العالي وتدهن الكبد وياخد ادويه المفاصل ويقول لك انا اصلا عندي انزلاق غضروفي وعندي. انا فعلا يعني بيبقى صعبان عليا جدا يعني كحاجه مش وضعك ده. مش 40 سنه ممكن. وانا انا يمكن متحفظ في ان انا انقل الصوره نفس الصوره دي على السيدات. تخيل ان الوضع ده الست وتوصل سن لسه سنها صغير في الثلاثينات، والله العظيم بتبقى واخده وضع خمسينات وستينات. يعني ليه كده؟ هو ده السمنه، هي دي السمنه اللي بتحبس الانسان، اللي بتغير شكله، اللي بتغير سنه، اللي بتهزمه نفسيا انه يتوافق مع وضع سني مش بتاعه. يعني السيدات وعلى فكره بقى انا اقول لحضرتك على معلومه،
يمكن السيدات اكثر عرضه التنمر. للتنمر، يعني الكلمه بتفرق معاها جدا. يعني يعني طبعا الستات حاسين جدا للوزن، وحاسين جدا بتبقى فعلا، ونسبه الاكتئاب مش قليله خالص عن السيدات بسبب الوزن، نسبه كبيره جدا جدا جدا، وماشيين اوريدي على انتي ديبريسنت. يبقى البنت في 25 سنه وماشيه على ادويه انتي ديبريسنت، ادويه اكتئاب، بتزود الوزن، تلاقيها بقى زادت في الوزن، نفسيتها غير مستقره، ويعني في اكتئاب شديد، وتلاقيها ماشيه على ادويه بتزود اصلا الوزن. ما تنزل وزن، ما خلاص ناخد الـ 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 القرار لانقاص الوزن، عمليه في نص ساعه، وبعدين ده حاجه سهله جدا يعني، يعني البنات الصغيرين والاطفال الجراحات فيهم سهله. يعني ايه سهله؟ هو ده احسن واحد يدخل بنج، هو لا سنه صغير، احسن واحد جدار بطنه ماليه يعني سهل ان انت تشتغل فيه بالمنظار، احسن واحد دهونه غير في دهون كده بتبقى معلش ريزيست، لا دهون فعلا ستيكي يعني صعبه، وتلاقي الحركه في البطن صعبه من كتر الدهون يعني اتخشبت في البطن. فطبعا السن الصغير دول لا لسه يعني دول كويسين جدا في الجراحه، وعندهم قدره ان هم يرجع لحياته في شغله في يوم او يومين. الولد اللي هو عامل ما هو مش هو يعني بيترجم الوضع للواقع المظبوط، اما تلاقي تعمل عمليه بتلاقي الطفل الصغير اللي 11 13 سنه ده عايز اروح 6 7 ساعات، عايز اروح، هو مش عايز يقعد في المستشفى، لانه بيترجم الواقع. اللي بيبقى كبير في السن متوقع المشكله، متوقع انا بقى هتألم، طب انا شفت فلان، طب انا عملت، بيبقى متوقع الموضوع قبل ما، فتلاقي الاطفال مختلفين خالص، والسن الصغير بيبقى كويس جدا. نمره كمان بقى استفادتهم من العمليه كمان جلدهم رائع، اعلى، الجلد سليم، ما بيحصلوش ترهلات، يقدر يمارس رياضه، انقاص وزن، حرقه كويس، جسمه لسه الميتابوليك يعني ميتابوليكالي لسه اكتف وبيولوجيكالي جميل، ويتحرك ويروح الانسان زي العربيه كده بيمشي قد ايه. ما هو العربيات يقول لك ايه العربيه دي ماشيه كذا، الانسان زيها على فكره صحيح. بيبقى ماشي قد ايه؟ مش ماشي 17 سنه فعلا، يعني ماشي زي تعتبريها كده ماشي 10000 كيلو. ايوه الاجهزه بتكبر عربيه قويه طبعا، ايجنج زي ما هي، ايجنج كونديشن في كل حاجه طبعا، الحياه كلها ايجنج، احنا كلنا فانيين يعني، فاحنا بنستفيد من العمليات دي في السن الصغير في الحاجات دي كلها. انا انصح تماما ان احنا في اي سن تعمل فيه العمليه وتنزل وزنك مظبوط، احنا ليه ننتظر في لحد الامراض ما تتحكم فينا ويبقى فيه صعوبه اصلا في انقاص الوزن. يعني دي ترجع لوزن تلاقي عندك دوامات في القلب وسكر، ونقعد نحضر بقى والله في عيانين بتاخد بالشهور تحضير، ماشي على ادويه سيوله عشان القلب، وماشي على ادويه للسكر، وماشي على ادويه للضغط، ونقعد نظبط في الغده الدرقيه، وادويه اكتئاب، وحاجات بنقعد فيها بالشهور، وصدره نفسه مش قادر ياخد نفسه، فبنقعد نحضر فيه كتير. السن صغير لا، انت بتعمل عمليه في وقت قصير، ترجع لوقتك الطبيعي في وقت قصير جدا. سؤالي الجاي سؤال متعلق بالجايد لاينز، يعني بالايه جايد لاينز عشان بس الناس تبقى فاهمانا، اللي هي الارشادات، الناس اتفقتوا على ايه؟ انا كنت عارف ان انتوا بداتوا تحطوا في جايد لاينز ايجيبشن جايد لاينز، ودي حاجه كويسه. فمن ضمن الاسئله اللي انا متشوق ليها دلوقتي، سؤال جالنا عن واحد باعت والدته 50 كيلو 50 سنه، تعاني من مرض السكر، وزنها 90 كيلو. هنا الحته دي هي عنوانها هل تتعمل ولا ما تعملش، هتستفيد ولا مش هتستفيد، الجايد لاين اللي انتوا اتفقتوا عليها او بداتوا تتفقوا عليها وترسموا خارطه الطريق بتقول ايه؟ احنا بس خلينا ناخدها من الافسو، المنظمه اللي طبعا اللي هي الرئيسيه بتاعتنا، يعني الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، يمكن كان في اظن من 3 4 سنين في مدريد، كان انه الوزن مش لازم يبقى يعني سمنه مفرطه عشان تعمل عمليه، انت ممكن يبقى كتله جسمك 30 سكر غير منتظم تعمل عمليه، يعني دي تستفيد جدا جدا من السكر، وخصوصا في السن ده، السن ده السكر فيه بيبقى قاتل فعلا، دي حقيقه. سن الخمسينات ده وتلاقي السكر في السماء، الست هو الشكل كده، بتلاقي الشبكيه ابتدت تحصل فيها مشاكل، وتلاقي ابتدت تعمل بقى عمليات، وابتدت خلاص الديوريشن موجود، يعني بتلاقي السكر بقى له ديوريشن، بقى له توقيت، بقى له مرور سنين عليه، وفتره ده كلمه جميله جدا، انت كل تعرض للسكر اكتر مضاعفاتك اكتر. يعني السكر مرض ديوريشن في الاساس مش سيفيريتي، تراكمي ديوريشن، يعني كل ما الوقت طول
كل ما الخطوره زادت طب الكلى ابتدت وظيفتها تعلى وابتدت الاطراف وتلاقي الحركه اصلا قليله وتلاقي مش حاسه اصلا باطرافها، فطبعا تستفيد جدا. الجايد لاينز كلها بتقول ان انت دلوقتي لو انت كتله جسمك يعني وزنك على طولك مرتين مش 30 كيلو يعني، لا انت ممكن تكون ب 15 20 كيلو زياده فوق وزنك الطبيعي تعمل عمليه. هو مش العمليه مش يعني حتى في الوزن القليل هي مش هتضر، بس احنا طبيا العرف بيقول ان احنا دلوقتي دي عمليه سمنه في الاصل. مهما تكبر حجم المعده وتقلل سوء الامتصاص او يعني الجزء المعزول من الامعاء تعديلا للسكر يعني، فانت مش لازم تعمل على مترين، تعمل على 150 سنتي. الباوتش مش لازم تكون صغيره، ممكن تكبرها شويه تبقى لاكس. فبالرغم من ذلك من التعديل فالناس حتى اللي عندهم وزن بس يعني مش كبير هيخس اكتر وهتحس ان هو نحيل وتعبان، لكن اللي هو عنده 15 20 كيلو هم دول على قد اللي هي الميتابوليك سيرجري او جراحات السكر. وجراحات السكر مش من ضمن الجراحات الحديثه على فكره ولا حاجه، ده هي دي من منظومه الجراحات، هي دي اصلا جراحه سمنه وسكر يعني الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر برضو، او يعني كل الفيدراليات او كل المؤسسات او كل السوسايتيز كلها يعني جراحات السكر هي من ضمن الجراحات المتعارف عليها دوليا وفي كل العالم، هي ليست حديثه اليوم يعني، لا دي بس احنا يمكن محتاجين بس ننمي الفكر ده عند كل المرضى وكل اطباء الباطنه اللي هم بيعالجوا السكر يعني. ايوه بالظبط انا يعني يعني لا هو انا ما اعرفش، انا بيتهيألي ان مفيش دكتور باطنه في موجود تصدق انا فوجئت بالحكايه لا موجود انا فوجئت انا يعني هقول لك على حاجه انا ذهلت المعلومه مش موجوده ده مش لا هو ممكن تكون مش موجوده او ممكن هو بينكرها بشكل هستيري انا ما اعرفش بينكرها ليه هو عنده اعتقاد انه مش هيشتغل على حالات السكر انا مش فاهم انا بتكلم بمنتهى الصراحه بس في نسبه كبيره جدا انا بحبهم جدا والله فعلا انا يعني ده حقيقه والله في ريفيرال يعني جداً. كتير جدا من دكاتره السكر الحالات المستعصيه في السكر بيبعتها لنا نعمل لها تحويل مسار ويرجع سكرها مظبوط اللي يتوقف عن العلاج تماما هو ده عارف الوضع وعلى فكره في دكاتره هم نفسهم عاملين العمليات انا عملت يعني انا بحب الدكاتره عمليات هم نفسهم لانهم فاهمين وبريحونا يعني لانهم عارفين المعلومه كدكاتره السكر هو بقى نفسه لما يعمل عمليه ويقوم العينين بتوعه ده تلاقيه يعني لا ما ينفعش نختلف الان على انه السكر من النوع الثاني مع وجود سمنه وسكر من النوع الاول مع وجود سمنه او زي ما احنا قلنا في الجايد لاينز الحديثه اللي هو قرب من البيزل ميتابوليك ريت من البي ام اي اقل من 35 يعني ممكن تعمل عند 30 سكر غير منتظم اعمل عمليه ده دي بقى نعملها حلقه لوحدها ان شاء الله نورت وابدعت شكرا كالعاده الحوار معك متعه خالصه جدا في كشف اولا النقاط العلميه المهمه جدا الربط بين السيتويشن الباطنيه مثل تاخر الانجاب مثل تكيس المبايض مثل السكر مثل الضغط وحالات السمنه وايضا تفاصيل الجراحيه هتلاقوها دايما في حواراتنا مع ضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب بجامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليات الجراحين الملكيه الانجليزيه والامريكيه نورت وابدعت كالعاده الدكتور هيبقى الحوار مستمر ولكن زي ما انا بقول دايما بصوت المريض ومن غرفه الجراحات وهذا امر نتمنى ان نراه كثيرا جدا لانه بينقلنا الى زي ما بيقولوا من الناحيه النظريه والشرح النظري الى الحوار العملي الى غرفه العمليات خليكم دايما مع الدكتور انا اسمي دينا وزني 116 سني 21 سنه كنت من وانا صغيره مليانه اصلا بس كنت بزيد وبتخن وكده في اخر فتره كنت تعبانه جدا من شكلي فجاه زدت جدا بعد ما قعدت من الجامعه اخدت الاجازه بقى وكنت عندي فراغ للاكل ومش بشتغل فكان وزني زايد جدا وحالتي النفسيه تعبت بقى وبابايا حتى لاحظ ده هو مامتي ما كنتش بنزلش خالص ولا بروح وباجي فبابايا كان بيشجعني ان انا اجي اعمل العمليه دي قبل العملية 116 كيلو ودلوقتي بقيت 92 الفترة ما بين العملية كان ال 24 كيلو اللي أنا خسيتهم دول كان في 3 شهور
هو اختلف معايا الموضوع في الخروج. نفسيتي ما كنتش بخرج من البيت اساسا، دلوقتي بقيت بخرج. لبسي، كل ما البس حاجه كانت قديمه عندي ما بعرفش البسها بسبب وزني او شكلي فيها ما كانش حلو، دلوقتي بقيت اعرف البسها وببقى مبسوطه قوي قوي قدام نفسي قدام المرايه. لو انت عايزه تبقي احسن تقفي قدام المرايه ومبسوطه بنفسك لازم تعملي ده، لازم تاخدي القرار ده. اقول اي حد عايز يعمل عمليه ما تخافش ولازم تيجي ولازم تاخد القرار ده.